مشاهدينا اهلا بحضراتكم في فقره جديده من عياده تن. كل بنت بيكون نفسها انها ما يبانش ابدا عليها علامات التقدم في السن، وتفضل دايما بشرتها بشره صافيه وما فيهاش اي عيوب. كلنا طبعا بنحلم بده حتى واحنا صغيرين او احنا كمان كبار. النهارده جايبين معانا منتج فيه كتير من الفوائد اللي غالبا هيدي لكل البنات الاحلام اللي دايما في دماغها، من نضاره، من انها تفضل جميله. هو منتج براش كريم، هيكلمنا عنه النهارده وعن فوائده دكتور اكرم غانم المستشار الطبي لشركه AMD. دكتور اكرم اهلا بحضرتك. اهلا بيك، نورنا يا دكتور. طبعا ده نورك يا رب. كالعاده يا رب يديك الصحه. خلينا يا دكتور نبدا عن براش كريم، ندي كده لمشاهدينا الحلوين والبنات الحلوين اللي بيشوفونا النهارده نبذه كده عن براش. ايه هو منتج براش كريم؟ براش كريم طبيعي أصلاً وأساساً تفتيح. تكلم كريم بروش، ست مكونات طبيعية، ست أكشن أهمهم التفتيح. فأنت بتتكلمي كريم بروش التفتيح، تجاعيد، تفتيح مناطق حساسة، حماية من الشمس، شد الجلد، الرطوبة والمرونة والنضارة بتاعت الجلد، كل دي مميزات كريم بروش. طب أنا عايزة يا دكتور النهاردة نركز شوية عن هوس البنات الأيام دي، وهي أنا مش عايزة أكبر، انا مش عايزه يبان عليا ان انا بدات اكبر سنه. بقينا النهارده يعني احنا ايه، بنيجي عند سن معين كده بنفضل ايه كل سنه نقول انا كبرت سنه، انا بقى عندي كذا سنه، بنيجي كده عند سن مش عايزين نكبر، احنا عايزين نصفر وبترجع. بنبدا ايه، انا بقول لك البطاقه بتصفر او العداد أيوة، العداد بيصفر. انا فاهم. فنعمل ايه النهارده عشان نخلي ده واقع، يعني ما نبقاش ايه بنضحك على الناس كده بس بالسن، لا احنا عايزين شكلنا يبقى ايه واقعي مع السن اللي احنا ايه بنضحك بيه على الناس. تعالي نذاكر من الاول. نذاكر، انت النهارده لو ذاكرتي السنه كلها زي ما تذاكري اخر شهر؟ اكيد لا. حلو قوي. انا عايزك تهتمي ببشرتك من سنه صغير، من 12 13 سنه. لو استخدمتي البروش هيبقى الموضوع كويس قوي قوي معاكي. هتحتفظي بالنضاره والرطوبه والمرونه ومفيش تجاعيد، وكل ده اطول فتره ممكن هتحتفظي ببشره الاطفال زي ما بيقولوا. فبتتكلمي انا عايزك مش تذاكريش باخر شهر او اخر يومين، عايزك تذاكري طول السنه. فكل ما اهتم ببروش من بدري هيديني التأثير اللي انت بتتكلمي عليه ده، ان يأخر موضوع التجاعيد، يأخر موضوع التشققات، يأخر ما فيش الحاجات دي خالص، بل بالعكس ممكن ما تجيش خالص. طب في كده ايه يعني كلمة البنات بتقولها الأيام دي كده لبعضها، هما بيقولوها على سبيل الهزار، يعني بيقولوا ان انا كل ما بهتم ببشرتي كل ما بشرتي بتبوظ. الكلام ده بتهتم ببشرتها ازاي؟ ما هو الفكرة انت بتذاكري ايه؟ انت النهارده بتذاكري صح ولا بتذاكري غلط؟ تمام. بتهتمي ببشرتك صح ولا بتهتمي ببشرتك غلط؟ النهارده استخدمتي كريمات صناعيه، مكياج، الدنيا دي كلها هتديك تاثير النهارده، انما على المدى البعيد هيبقى اسوأ الضرر طبعا. عارفه زي ما بيقولوا ايه؟ نكته قديمه بقى لها 100 سنه، بيقول لك ايه اشهر او ايه ابسط طريقه انك تداري البقعه اللي في المفرش؟ تحطي عليها الطبق. صحيح. لا انا عايز البقعه دي تروح خالص، البقعه موجوده، فلا انا مش هحط عليها الطبق، انا هضيع البقعه دي خالص او اللون ده او الاسمرار ده او التجاعيد دي من بدري ببروش. تعالي نعرف ايه مكوناته ونشوف احنا هنذاكر ازاي السنه كلها علشان يديني التاثير ده يوم الامتحان. زي ما بيقول يلا بينا. فيه كولاجين، فيه ليكوريش، فيه بنسينول، فيه فيتامينز، فيه ايلاستين، فيه كوجيك اسيد. ست مكونات طبيعيه اهمهم زي ما انت عارفه الكولاجين. تمام. تكلمي كولاجين مهم جدا جدا علشان التجاعيد، عشان الوقايه منها، عشان ما تجيليش، ولو جت لا ده الكولاجين يداريها لي، يملى الخطوط دي بتاعت التجاعيد. الكولاجين مهم علشان الاحتفاظ بالرطوبه والنضاره بتاعت البشره. تمام. تكلمي الكولاجين كحمايه من حب الشباب، عشان كده بقول لك 12 13 سنه دي تقدر تستخدمه علشان حمايه من حب الشباب، حتى لو جالها حب الشباب يضيع اثره ويحافظ لي علشان ما يجيلهاش التجاعيد. تمام. فبتكلمي الكولاجين الموجود في بروش مهم جدا جدا جدا. تعالي ناخد تاني مكون، الليكوريش. والليكوريش ده مهم جدا جدا جدا، او خلاصه العرقسوس، ماده طبيعيه زي ما اتفقنا ست مكونات طبيعيه، بس الليكوريش والعرقسوس، حتى العرقسوس كلمه عرقسوس الناس كلها عارفها طبعا. تكلمي الليكوريش هيحافظ على خلايا الجلد الحيه. طب الخلايا الميته يجددها لي. أوكي. طب ال 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 فيه لا ده مش عارف اثار ايه ودنيه ايه، وهنا المكياج بيموت خلايا ايه، وهنا لون ولون عند البنات بتلبس حجاب، وهنا لون ولون الساعه او الايد اللي بتسوق. مشكله يا دكتور موضوع اللون ولون عند البنات المحجبين ده بصراحه، يعني بيعانوا منه كتير. مشكله مهمه جدا، يفضلوا يعالجوه كتير قوي قوي. طيب جربي كريم بروش، او البنات دي تجرب كريم بروش، هتبقى مبسوطه قوي، لان الليكوريش هيفتح ويوحد اللون بتاع
تفتيح جميل جدا جدا وطبيعي. طب هنا دكتور انا عندي بقى سؤال خاصه للبنات المحجبات، انا علشان اخد النتيجه السريعه من كريم فروش ان انا هوحد بيها اللون اللي تحت الطرحه ده بيكون من الشمس وكمان اللي بيكون هنا عند الاكمام، استخدمه كام مره علشان اخد النتيجه البيرفكت بسرعه في اسرع وقت؟ مرتين ثلاثه في اليوم هيبقى كفايه. مرتين ثلاثه من كريم فروش في اليوم. زي ما قلت لك سابقا كريم فروش عشان كل المكونات الطبيعيه تقدري تدهنيه في اي وقت في اليوم. وكده يعني ملوش اي ضرر ان انا اكتر منه او احط براحتي طول اليوم. انا بقول لك مرتين ثلاثه كفايه، انت عايزه تكتري براحتك، بس هو مرتين ثلاثه هيبقى كويس قوي. تمام. كمان تقدري تستخدميه بدل الفاونديشن قبل المكياج والدنيا دي. اوكي. تتكلمي كريم بروش كل المكونات الطبيعيه فتقدري تستخدميه لاي سن. زي ما بقول لك 12 13 سنه كوقايه، زي ما قلت لك لو السنه دي فيها تشققات او حاجه او عايز تدهني لها لاي سبب ما فيش ادنى مشكله خالص. انا عاجبني قوي يا دكتور بصراحه ان هو ينفع لاي سن عشان المكونات بتاعته طبيعيه. احيانا الامهات في البيت لما بتكون واقفه مثلا قدام المرايه بتحط ميك اب، بنوتتها الصغيره بتكون نفسها تقلدها، فهي مجرد ما تطلع من الاوضه تلاقي البنوته ماسكه قلم الروج وبتحط هنا وبتحط هنا، ماسكه الكريم بتحط زي مامتها. فاحنا تبقى حلوه قوي لو جبناه مثلا لبنوتتنا الصغيره ونقول لها مثلا ده بتاعك، يلا حطي مثلا ميك اب زي مامي. طبعا احنا مش بنعلمها يعني انها تحط ميك اب من بدري، ولكن يعني احنا بنشبع لها رغبه عندها، فهي بدل ما تقلد وتحط من الحاجات الضاره بتاعتنا، يعني غير ان هم بيبهدلوا لنا الحاجه، يعني احنا بندخل نلاقي الحاجه متدمره. طب وليه بتبقى البنوت الصغيره؟ طب ما انا ابتدي بنفسي كماما واستخدمه. فالبنوته الصغيره هتستخدمه وانا وهي، وهنحس بفرق جامد قوي. بقول لك المدامات والسيدات والانسات مع كريم فروش هيلاقوا تاثير جميل جدا جدا. تعالي كلام كمان، زي ما قلت لك التفتيح الليكوريش هيفتح لك البشره، هيعمل لك الهالات السود، هيضيع الهالات السود، الانتفاخ اللي تحت العين لو دهنت البروش طريقه دائريه. طب ايه كمان؟ تفتيح المناطق الحساسه. ودي مهمة قوي. لكن النهاردة ما تقدريش تحطي على المناطق الحساسة أي حاجة صناعية. تكلمي لو صبغة الميلانين زادت اسمر هنحط إيه؟ كريم بروش عشان ست مكونات طبيعية، فيه الليكوريش وفيه الكوجيك أسيد هنتكلم عليه كمان شوية، هيبقى مهم قوي لتفتيح المناطق الحساسة. يبقى الليكوريش زي ما اتفقنا هيفتح الجسم بالكامل، بشرة، انتفاخات، هالات سودة، وكمان المناطق الحساسة. طب قلنا الكوجيك تعالي نتكلم عنه. طب قبل يا دكتور ما نتكلم عن الكوجيك بخصوص تفتيح المناطق الحساسة، علشان برضو نستخدم بروش كريم، عايزة مثلا قد ايه وقت اكون بدأت استخدمه؟ مثلا شهر، شهرين، ثلاثة، علشان في الاخر الاقي نتيجة كويسة؟ لان هو لو نتيجته سريعة احيانا بتكون في بنات داخلة على مرحلة الجواز بيكونوا محتاجين ان هم يهتموا ببشرتهم وبجسمهم، محتاجين تفتيح مناطق معينة، محتاجين تفتيح للبشرة. لو واحدة فعلا معجبة وعندها مشكلة سمار الطرحة، طبعا هي بعد كده في البيت محتاجة انها تقلع الطرحة، فيكون وشها نضر وموحد اللون. نبدأ بقى احنا مثلا كعروسة هتتجوز بعد فترة، بعد كام شهر، عايزين نخلي بروش كريم في الروتين بتاعها اليوم. رجعتينا برضو للمذاكرة. لو نذاكر من الاول هيبقى افضل كتير من الشهر. لا، ما احنا احيانا بقى يعني كعروسة خلاص الوقت ازف بقى. الوقت يعني ازف بقى. تتكلمي شهر او شهرين هيديك تأثير كويس قوي. بس مع الاستمرار طبعا. طبعا. انا هستمر عليه. حلو قوي. فانا بقول لك بعد شهر او شهرين هيبقى التأثير كويس، بس دي إجابة سؤالك إن هبتدي أحس بالفرق. تمام. بس طبعا هو يفضل إن إحنا من بدري ونخليه روتين. بالظبط. يعني زي ما بنقوم الصبح نغسل وشنا، هنغسل وشنا ونحط بروش. لأنه كمان لجميع أنواع البشرة. أنت بتتكلمي يقول لك ده البشرة الدهنية وده البشرة الحساسة وده البشرة الجافة. لا، عشان ست مكونات طبيعية فهو لكل أنواع البشرة. تمام. تعالي نكمل مكونات بروش وبتعمل إيه. اتفقنا إن الكوجيك عشان النمش، عشان الكلف، عشان المناطق الحساسة، كمان مع الكولاجين علشان حب الشباب كوقاية منه وإزالة أصله لو كان. حلوة. تكلمي يبقى البروش، تكلمنا على الكولاجين، تكلمنا على الليكوريش، تكلمنا على الكوشك. طب تعالي نتكلم على البانسينول. البانسينول كمادة مرطبة، أهم المواد المرطبة، استخدمها أكتر في الشتاء، في الصيف كمان. تكلمي أنه بيديك تفتيح مع الليكوريش، وزي ما اتفقنا أن البروش أهم حاجة فيه التفتيح، البنسلين هيديك تفتيح. ومحتاجين برضو الترطيب يا دكتور في الصيف برضو. طبعاً. ضروري يعني. طبعا. الشمس والتشققات وقلة المية والدنيا بيديكي برضو تشققات. فبتتكلمي ان ده الكريم بروش البنسلين اللي فيه هيحميكي من ده ويعالج لك ده. بتتكلمي البنسلين مضاد للفطريات، مضاد للبكتيريا، مضاد للجراثيم. البنسلين مهم جدا 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 موجود في البروش. حلو. نشوف بعد كده. اتكلمنا على الكوجيك والبنسلين والليكوريش والكولاجين، تعالي نتكلم على الإلاستين. بيديكي شد الجلد والمرونه بتاعت الجلد. أوكي. لو في خطوط هنا، خطوط هنا، خطوط هنا، الخطوط التعبيريه بالظبط كده. دي مش تعبيريه قوي، دي
كرشيه شويه، مش تعبيرية. تتكلمي الالاستين، انا بتكلم عن نفسي طبعا، تتكلمي الالاستين هيديك شد جلد موجود في البرش علشان الحته دي ما تبقاش تعتيها شويه. اوكي. او الحته اللي هي الترهل. بالظبط كده، بالظبط كده. فالالاستين الموجود في البرش هيديكي شد جلد البنات بتدور عليه. اخيرا الفيتامين سي. فيتامين سي بالاضافه لانه بيعمل تفتيح مع الليكورش والبنسينول، كمان فيتامين سي بيديني حمايه من اشعه الشمس الضاره. اوكي. فتقدر البنات والسيدات تدهنه قبل ما تنزل في الشمس. بس مش سان بلوك، هو حمايه من الالترا فايت. بالظبط كده. كمان يديني الاوعيه الدمويه. النضاره. بالظبط كده، تفتيح الاوعيه الدمويه فيديني الاحمرار والنضاره اللي انت بتتكلمي. حلو الاحمرار ده، بندور عليه النهارده. ده اكيد. بنحب قوي اللوك الطبيعي بتاع البشر. ايوه. لما كان المسرحيات القديمه تعمل كده، الفيتامين سي الموجود في البروش هيديك التاثير ده. تمام. طيب احنا النهارده اتكلمنا ان كل المكونات طبيعيه، وكل المكونات اللي حضرتك قلت لنا ان هي موجوده في براش كريم، احنا تقريبا كبنات مفيش بنت فينا في البيت ما عندهاش من كل خاصيه او كل مكون اللي حضرتك قلتهم عندها منها كريم لوحده. يعني احنا دايما لما نفتح كده الدرج بتاعنا بنلاقي كريم مرطب لوحده، وفيتامين سي كريم لوحده، او اي حاجه لاكويد فيها فيتامين سي، وبنلاقي بانتينول كريم لوحده، وبنلاقي كولاجين علبه لوحدها، وبنلاقي علبه للتفتيح لوحدها. فاحنا اتكلمنا ان كل ده جداً. اولا مكلف طبعا طبعا. ثانيا انت نسيتي استخدمت ايه وما استخدمتش ايه. ثالثا لا ده الصبح وده بالليل وده الظهر وده العصر. طيب انت بتتكلمي البروش تقدر تستخدميه في اي وقت، تقدر تستخدميه لاي سن، تقدري بتستخدميه زي ما اتفقنا في اي مكان، مفيش ادنى مشكله خالص. طيب اخر حاجه يا دكتور نقولها النهارده، نصيحه بقى لكل البنات اللي شافتنا النهارده وسمعت معانا عن براش كريم. وعايزه كمان بس اقول حاجه قبل نصيحه حضرتك، ان الكولاجين النهارده علشان نجيبه من مصدر موثوق فيه احنا بنحتاج ان احنا نجيبه بمبلغ كبير جدا جدا جدا، فهو هنا موجود معانا وبنسبه كبيره ونسبه محترمه في براش كريم، صح كده؟ طبعا. علشان يعني برضو دي شهاده حق البروش كريم يعني. بس انا دلوقتي بقى عايزه من حضرتك نصيحه لكل اللي بيشوفونا بعد ما اتكلمنا عن فوائد بروش كريم النهارده. ما تستنيش لاخر يومين تذاكري، ذاكري طول السنه عشان اللي ذاكر يذاكر. بالظبط كده. فهناخد البروش من بدري كوقايه علشان كل اللي اتفقنا عليه كل الكلام. حلو قوي، وخاصه كمان العرايس بقى اللي بيتفرجوا علينا النهارده، واحنا عارفين دلوقتي مفيش افراح والدنيا يعني بيقدموا بحث. هاديه بيقدموا شويه بحث بدل الفرح. هنعمل البحث اونلاين. بس يعني نحاول ان احنا دلوقتي نخليه في الروتين بتاعنا لحد ان شاء الله ما ربنا يسهل يعني تبدا الافراح، نكون حضرنا نفسنا كويس قوي. صح يا دكتور؟ سعره في المتناول على قد الايد زي ما انت دايما بتقولي. تمام. فسعر كويس، ست تمام. مكونات، حاجات طبيعيه. حلو. اعتقد كل البنات هتبقى مبسوطه من البروش ان شاء الله. الصفحه بتاعت براش كريم ظهرت دلوقتي قدام حضراتكم على الفيسبوك، لاي حد يحب يتواصل مع دكتور اكرم غانم او اي دكتور من شركه AMD، او اي حد عنده اي استفسار على اي حاجه احنا قلناها النهارده، اي حد عنده اي سؤال حبيب يساله لدكتور اكرم شخصيا، يتفضل يبعت على صفحه براش كريم على الفيسبوك، ودكتور اكرم وكل الفريق الطبي اكيد هيردوا على حضراتكم 24 ساعه. خلصت فقرتنا، استنونا فقره جديده من عياده تاني.